سفرينا بزاف ولينا الماء دي فوا نشروه الماء. ما بقيتش نحكي لك الدرجه اللي كنا فيها بسيتنا وباش بيطلع حتى ليطاج كيما نقولوا كاتري سورتو كيما انا الكاتريام باش يطلع حتى الكاتريام سفري. هذا واقع مر ما يعرفوا الا اللي عاشوا. حينها انتفض السيد الرئيس وهو يشرح واقعا وجد المواطن يتخبط فيها لتشتد اللهجة. ما نقبلوهاش حنا، ما نقبلوهاش في الجزائر القرن 21، غير مقبولة، مرفوضة تماما. من هنا كان لابد من قرارات استعجالية واستباقية ترفع عن المواطن في مناطق ظلت تكابد المعاناة في الحصول على الماء الشروب. اليوم تطوى المعاناة بإرادة قوية وتحد رفعته الدولة لتدخل محطة قورص بكامل طاقتها الإنتاجية في 24 من شهر سبتمبر 2023 بقدرة تصل إلى 80,000 متر مكعب في اليوم. كي حلت لاستاسيون هذه الحمد لله هي لاباس، جينا اليوم نهار بنهار الماء يجينا نهار بنهار والحمد لله تحسنت مليح. كي يفتحوا لا ستاسيون دي سيرمون تاع كابجينات يزو اليمونتي كومون دو كوميتي مزريت شعب يسير صادير يزو مثلا نقصوا الضغط على المنطقه الشرقيه تاع الولايه. ولا درك شنو لاني هذه والله الحمد لله انا ساكن يعني في الريف الماء الحمد لله. درك يفتحوا هذه لا ستاسيون البروغرام يمشي ريغلو سون فوت. ميم نظموا الاوقات تاع التوزيع تاع الماء، ماكشي كيما كان، كان تذبذب. 5 محطات ضمن برنامج تكميلي بكل من بجاية، الطارف، بومرداس، تيبازا، وهران تصل قدرة إنتاجها إلى 1,500,000 متر مكعب في اليوم. مع هذا البرنامج اللي غادي يندار تاع الكابلون نظن باللي انه هذا برنامج غادي يقضي على مشكل المياه نهائيا ان شاء الله. شح الماء ما راش كيما السنوات اللي فاتوا، وخاصه الى داروا هذه المحطه تولي وهران تكون رائده في تحليه المياه. كم من مثل هذه الإنجازات التي تحظى باهتمام كبير من قبل رئيس الجمهورية، هذا المشروع الذي سيزود ولاية الطارف طبعا كغيرها من الولايات المجاورة، نحن هنا ننتظر دخول هذا المشروع بشغف كبير. السياسة العامة الجزائرية الحمد لله سياسة استراتيجية ولها نظرة بعدية، استراتيجية وطنية وضعتها الدولة كأولوية لتحقيق أمننا المائي والوصول إلى الهدف الرئيسي المسطر بالانتقال من نسبة 18% من الإنتاج الوطني إلى نسبة 42% في ديسمبر من سنة 2024. وحرص السيد الرئيس على متابعة تفاصيل الإنجاز ميدانيا وهو الالتزام 30 من تعهداته. مشاريع تسابق الزمن تقودها وتتحكم فيها كفاءات جزائرية خالصة، طاقات جزائرية، يعني مهندسين جاء في جميع الميادين، ميكانيك، إلكتريسيتي، هندسة مدنية. تم إنجاز المحطة بوفق المعايير الدولية المعروفة في شتى المجالات. الحمد لله اكتسبنا في هذا المشروع خبرة في مجال تحلية مياه البحر، والفضل يعود للسياسة اللي اتخذتها الدولة في هذا المشاريع. أصبحت اليوم محطات تحلية المياه بحر جزائرية 100%. احنا فخورين جدا. مشاريع ضخمة تضاف إلى المشاريع التي هي حاليا في عمق الصحراء، والهدف هو تزويد المواطن بالمياه الصالحة للشرب.
مشروع القطراني بولاية بشار به 26 بئرا بسعة 80,000 متر مكعب في اليوم، سيزود كلا من بشار، العبادلة والقنادسة. مشروع استراتيجي تحرص الدولة على إنجازه في وقته المحدد كباقي المشاريع. نتمن المجهودات والخرجة الأخيرة للسيد رئيس الجمهورية، لنا الشرف أنه رفض الانشغال تاعنا بعين الاعتبار كما ذكر في الخطاب الأخير نتاعه، القناديسة والعبادلة لازمه يشربوا الماء الحلول الصالح للشرب. نتمنوا حقيقة أن المنطقة راه خاصها هذه الماء هذه، والله نتمنوا أنه يكمل هذا المشروع في أقرب وقت. احنا نستبشروا خير إن شاء الله. مشاريع تنموية مهمة ومكاسب تتحقق على أرض الواقع، كما التزم السيد الرئيس بتوفير الماء الصالح للشرب للمواطن وعبر كامل التراب الوطني وبكفاءات جزائرية محضة.